السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة ويا أساتذة ويا باشمهندسين؟ إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن Homework 2. إن شاء الله بإذن الله نحاول على قد ما نقدر، ربنا يوفقنا إن شاء الله بإذن الله. وننزل لكم الأسئلة، فيديوهات لحل الأسئلة إن شاء الله، Lesson 2 و 3 و 4، ونحل معاكم برضو أسئلة في المعاصر. يعني إن شاء الله ربنا يقوينا الفترة الجاية، نحاول نكثف في حل الأسئلة بتاعتنا. دكاترة تعالوا نبدأ نحل مع بعض الأسئلة بتاعت Homework 2. ها الناس معايا؟ الناس معايا دكاترتي؟ ها نركز مع بعض. Choose the correct answer. Term of electron cloud. طبعا احنا شغالين يا جماعه page 52. Term of electron cloud used to explain any a. يا مستر احنا اتكلمنا عن electron cloud دي قبل كده في اخر lesson 2، وقلنا ان احنا لو عندنا دي كده nucleus، تمام؟ دي كده ايه دكاترتي؟ دي كده nucleus. طيب والnucleus دي الالكترون بيلف حواليها كده او كده او كده. في 3 dimensions x y و z axis، فكده الالكترون هيعمل حواليها حاجه اسمها الكترون كلاود. طيب جوه الالكترون كلاود قلنا قبل كده ان احنا بيكون عندنا حاجه اسمها ايه يا دكاترتي؟ حاجه اسمها اوربيتال. يبقى الاوربيتال هو ده اللي بيعرفنا الالكترون كلاود. الاوربت ده بالنسبه لبور، والليفل ده كان قبل كده برضو في بدايه تجربه بور او الاكسبيرمنت بتاعت بور. السؤال رقم 2 بيقول لحضرتك amount of energy need to transfer the electron from one energy level to another. كمية الانرجي اللي بحتاجها عشان انقل الالكترون من energy level للتاني اسمها ايه؟ هل quantum number؟ لا. هل quantity؟ برضو لا. لكن هل الكمية دي اسمها quantum؟ ممكن اسميها يا جماعة مين؟ quantum. طيب سؤال رقم 3 بيقول لحضرتك which of the following exhibit، ها يعني بيورينا الماتر ويف، يوضح الماتر ويف. هل الالكترون ولا النيوكليوس ولا الاتوم ولا all of the correct answer؟ طبعا الاجابه الصح مين؟ الالكترون، لان هو particle عنده wave property. سؤال 4 scientist who explain the spectral line. مين الساينتست اللي وضح لنا الاكسبكترال لاين يا دكاتره؟ بور ولا هايزنبرج ولا ماكسويل؟ طبعا احنا ما خدناش اصلا ماكسويل عندنا. ها اللي وضح لنا الاسبكترال لاين، اللي وضح لنا الاسبكترال لاين هو، او اللي اتكلم عنه طبعا سهله جدا، هو بور. يبقى لما اجي اسالك او اكلمك عن الساينتست اللي اتكلم عن حاجه اسمها سبكترال لاين هنقول مين؟ هنقول بور. السؤال اللي بعد كده يا دكاتره، ساينتست نمبر 5 هو درايفد ذا ويف ايكويشن ذات كود بي ديسكرايب ذا الكترون ويف موشن اراوند ذا نيوكليوس. مين هو؟ مين الساينتست اللي وضح لنا او اللي عن طريقه جبنا الويف ايكويشن؟ فاكرينه يا جماعه اللي احنا قعدنا نتكلم عنه واللي جات لنا في الامتحان دي ما فيش حد عارف يحلها، والدفعة كلها شالت الايكويشن او شالت المادة دي؟ واحد اسمه شرودنجر. واحد اسمه يا جماعة شرودنجر اللي هو عمل حاجة اسمها الويف ايكويشن. طيب نمبر 6 based on the modern atomic theory the electron found in، هل fixed distance؟ لو fixed distance يبقى اسمه orbital، وفي الحالة دي الكلام ده بتاع مين؟ بتاع بور. all distance and the places around the nucleus، كل الاماكن اللي حوالين النيوكليوس دي صح. لان الالكترون عنده احتمال يكون موجود or distance around the around the nucleus. حلو جدا. define energy level around the nucleus. لا الاجابه دي مش تبع المودرن اتوميك ثيري. طيب السؤال اللي بعد كده when electron transfer from the fourth level to the second، يعني انا عندي 1 2 3 4 فالالكترون بيتنقل من ال 4 لحد السكند، ها هيعمل ايه؟ اكيد يا مستر هيعمل جين كوانتم ولا لوز كوانتم؟ طب لوز كام كوانتم؟ يا مستر هيعمل لوز كوانتم اوف انرجي. لوز كوانتم اوف ايه يا جماعه؟ اوف انرجي. نمبر 8 الكترون هاز ا دوال نيتشر از ات هاز ايه؟ ها ماس ولا ويف بروبرتي ولا ايه وبي؟ عشان هو عنده ماس وويف بروبرتي يبقى الاجابه سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك المودرن اتوميك ثيوري based on some modifications on the model. الموديل بتاع مين؟ ماكسويل؟ لا. ولا هايزنبرج، لان هايزنبرج كان من ضمن المودرن اتوميك ثيوري. على مين؟ على بور. السؤال اللي بعد كده حضرتك بيقول لك البور اوربت ريليفد، ها الاوربت بتاع بور عمل ايه يا دكاتره؟ عمل ريليفد الاوربت بتاع بور. دكاترتي معايا؟ الاوربت بتاع بور عمل ريليفد هذا كتره معاكم. احنا كده في السؤال نمبر كام؟ نمبر 10. بيقول لحضراتكم ان الاوربت بتاع
بور. I'm relieved يعني الإلكترون is found at A. أثبت إن الإلكترون موجود فين؟ في fixed distance from the nucleus. معلش كنت بس بطلب بجيب حاجة أو بجهز حاجة في الورقة يعني. Number 11 بيقول لحضراتكم heat gas or vapor under reduced pressure and high temperature. The atom of the gas A. الأتوم بتاعة الجاز هيحصل لها إيه؟ لما بعمل heating للجاز A ولا B ولا C؟ سؤال نمبر 11 هنلاقي إن هو الإجابة الصح بتاعته B. It will emit line spectrum. أي حاجة بعمل لها heating بتطلع line spectrum عشان أنا بديها amount of energy. بديها amount of يا جماعة of energy. سؤال نمبر 12 heating mass of closed atom under high temperature. لما بعمل heating لماس of closed atom under high temperature هل الالكترون emit continuous spectrum ولا line spectrum ولا emit cathode rays؟ ها cathode ray دي inside the tube. continuous spectrum مش بيبقى دايما continuous، احنا ما خدناش حاجه اسمها continuous spectrum، بيطلع حاجه اسمها line ايه يا جماعه spectrum. سؤال نمبر 13 study line spectrum for the sun. احنا قلنا العلماء حاولوا يوصلوا للسن بس لاين تمبريتشر بتاعتها بتوصل ل 18 مليون 18 مليون درجه. طبعا دي بتسيح اي حاجه، ودرجه الحراره في الفولدز بتاعتها الحاجات الاماكن اللي بين الشمس وكده او بين الاماكن اللي بتطلع لايت في الشمس بتوصل ل 5000 تمبريتشر. دي اقل درجه حراره في اقرب مكان للشمس. طيب لو احنا بعتنا اي سفينه فضائيه اكيد هتسيح. طيب هنقدر ندرس ايه بقى من السن؟ درسنا اللايت اللي طالع منها، لقيناه مكون من الهيليوم وايه؟ والهيدروجين. ده سؤال نمبر 13. طيب دكتور عزيز غالي احنا كده خلصنا ال 13 سؤال او ال 13 questions بتوع بارت 1. هنسجل فيديو تاني ونحط فيه الاسئله بتاعت بارت 2 مع بعض. هنحاول نظبط الدنيا ونرتبها مع بعض. ربنا يوفقكم تتفرجوا على الفيديو ده وبعد كده نتفرج على الفيديو اللي بعديه وبالتوفيق ليكم. السلام عليكم.